البعض من النساء او البنات ممكن تقول انا ليه اتغير وليه اسمع حلقات زي دي، واللي اللي عايزني ياخدني زي ما انا وانا مش هتغير. انا بسمع، انا البعض منكم ممكن يقول كده. انا ممكن اجاوبك سريعا واقنعك برضو ليه لازم انت تركزي على نفسك وتشتغلي على نفسك وتغيري من نفسك. الفكرة ان انت فيكي عيوب، اكيد مفيش حد فينا كامل، واي حد فينا في عيوب. ممكن بقى الطرف اللي انت مرتبطة بيه او الطرف اللي انت حابة ان انت تقربي منه او تمتلكي قلبه يلخي بقى الى اخره، ممكن يكون العيوب اللي فيك البسيطة من وجهة نظرك دي بالنسبة له هو عيوب كبيرة قوي لا تطاق. يعني مثلا ممكن تكوني انت الرجل اللي انت او الشاب اللي مرتبطة بيه ما بيطيقش ابدا الست العصبية، وانت العصبية عندك اوفر فلازم تقلليها. ممكن يكون هو فرفوش قوي وبيحب الحياة وما بيطيقش النكد، وانت بتزعلي بسرعة قوي زيادة عن اللزوم وبتاع الدراما شوية، فلازم تخلي بالك وتقللي الموضوع ده. لان باختصار اكيد ومن غير ما تاخدي بالك هو في حاجات في نفسه غيرها عشان يعجبك او عشان ان هو يقرب ليكي او عشان يحافظ عليكي. زي ممكن مثلا يكون هو بخيل شوية فقلل حتة البخل دي عشان خاطرك. ممكن يكون هو عنيد وعصبي شوية، ممكن يكون قلل ده برضو عشان خاطرك وعشان خاطر ان هو يحافظ عليك. فلما انت تقولي كده تقولي انا مش هتغير، هو هيبدأ يبصلك على طول ان انت شخصية أنانية وما بتبصيش وما بتفكريش غير في نفسك، ان هو اتغير عشانك وانت لا. ان هو لاحظ ان في حاجات فيكي ما بتعجبهوش او في ما بتعجبكيش، فبدأ يشتغل على نفسه ويغيرها علشان خاطرك، ولاحظ ان انتي ما عندكيش القابلية ان انتي تعملي كده. فكده وبمنتهى البساطة انا ممكن اقولك ان ممكن العلاقة بينكم تفشل او توصل لطريق مسدود. في رجال كتير ما بتحبش الشخصية الخفيفة، واحنا اخدنا ده في الحلقة اللي فاتت. فلازم انت لو بتتعاملي مع رجل من الرجال دي تخلي بالك من حاجة زي كده وتحاول ان انتي تتقالي شوية. وهو ده موضوع حلقتنا بتاع النهاردة، المهم جدا والضروري واللي لا غنى عنه لأي علاقة في الدنيا. يعني باختصار حلقة زي حلقة النهاردة مهمة ولازمة جدا لنجاح العلاقة بتاعتك. يلا بينا. اهلا بيكم، برحب بيكم كده سريعا وبعتذر الحلقه كانت المفروض تنزل امبارح فاتاخرنا للنهارده، معلش اليومين دول عندي مشاغل كتير قوي، ادعوا لي بس. إيه سريعا كده الجديد، يا ريت عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه كمان يشترك، واضغطوا يا جماعه ضروري على زر الجرس اللي جنب كلمه اشتراك، واختاروا الكل عشان اشعارات الحلقه ما تفوتش عليكم، ودوسوا لايك. اكيد حلقه من الحلقات المهمه بتبعتولي كتير انا عارف، على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وانا ما بعرفش اجاوب عليكم. انا بعمل حلقه زي دي بجاوب على كتير جدا من اسئلتكم، فاعذروني ومحدش يزعل مني. دوسوا لايك يلا عشان توصل لاكبر قدر من اصدقائنا، وتعالوا بينا نبتدي. قولي بحبك براحتك، قولي وحشتيني، قولي انت اللي ليا، وقولي الكلام اللي انت عايزه تقوليه للشخص اللي انت مرتبطه بيه، وتدلعي عليه براحتك واهتمي بيه وقربي منه. انا ما قلتش حاجه، وده ملوش علاقه بحته ان انت تبقي تقيله ولا ما تبقيش تقيله، انما اللي ليه علاقه اللي جاي بعد كده. على سبيل المثال الشخص ده بدون اي اسباب غاب له يومين ثلاثه، تمام؟ يعني جه مختفي كده او ما بيسالش او مطنش زي ما احنا بنقول يومين ثلاثة. ما تروحيش بقى ترن رن رن ورسائل رسائل، وانت ليه وانت فين وما بتسألش وايه اللي حصل. لا، مفيش اي داعي للي انت بتقوليه او اللي انت هتعمليه ده. ده ملوش علاقة بقى بالنصايح اللي احنا هنقولها في حلقة النهاردة. مش هو المفروض هيرجع لك؟ بيرجع بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد اسبوع حتى. ما تسألهوش انت كنت فين، يعني لو هو ما قالكيش السبب انت ما تسأليش، ما تحاوليش ان انت تسألي انت ليه غبت عني، لان في اسئلة ما ينفعش تتسأل، في اسئلة كده ما ينفعش ان احنا نسألها. امال تعملي ايه؟ غيبي لك يومين ثلاثة انت كمان بدون اي سبب، ايه رأيك؟ مش هو غاب يومين ثلاثة بدون اي سبب وبدون اي داعي؟ تعالي انت كمان غيبي لك يومين ثلاثة بدون اي سبب وبدون اي داعي. هو كان معتقد ان انت مثلا ممكن اول ما تشوفيه او اول ما يغيب هتسألي وتتجنني، ويبقى عقلك مش في دماغك وانت فين ورحت فين وليه سايبني. فما لقاش كده، ما انت كده شخصية تقيلة
وجيت كمان غبت يومين ثلاثة، قدرت ان انت تعملي حاجة زي كده؟ ما هو ده ام التقل وابو التقل وخال التقل وعم التقل، مش كده ولا احنا بنتكلم غلط؟ طيب هو بيتكلم معاكي في مرة من المرات، حسيت ان في نوع من انواع التبارد في الكلام، مش كده؟ مش احيانا احنا بنحس كده؟ خلاص ما تقعدش تسألي انت ليه بتتبارد معايا، ما هو دي برضو اسئلة ملهاش اي لازمة ان انت تسأليها. تعالي تبارد انت كمان، ايه المشكلة في كده؟ حسيت ان هو بيطنش او الاهتمام بيقل، ما تقللي انت كمان، الا بقى في استثناءات هنا، ما يكونش انت عاملة حاجة غلط ومزعلاه ويجي هو يختفي او يتعامل معاكي بتطنيش شوية او عدم اهتمام وتكبري. لا، ده في الحالة دي لازم انت تعتذري بقى، لان هنا في سبب، في داعي للي هو بيعمله ده. وانا دايما بقول انت لو عايز تحافظ على علاقتك، ما دام انت عملت غلط يبقى لازم تعتذر، ده من احد الثوابت عشان نحافظ على علاقتنا بالطرف الاخر، ده رجل وامرأة الاتنين كمان مش للانثى بس. انما بخلاف ذلك اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، ما تسألهوش اسئلة كتير عن نفسه وتقولي اجابات كتير عن نفسك بدون اي سبب، مش وقتها، وللاسف ممكن يكون حتى هو ما سألكيش وتلقائيا انت عمالة بتجاوبي. مش في كل المرات تأجلي حاجة مهمة بالنسبة لك علشان خاطره، ومش في كل المرات تظبطي مواعيدك على المواعيد بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا ممكن نتكلم وهو مش مهتم ان هو يعرف تفاصيل او اجابات عن اسئلة المفروض اوريدي ان هو يعرف اجابتها. ما تجيش انت تلقائيا من نفسك تبداي تجاوبي عن الحاجات دي، المفروض هو اللي يسأل. وخلى عنده، ممكن يكون عنده فضول ان هو يسأل وبيتقل، اتقل انت كمان، ايه المشكلة بقى؟ شوفوا، ما هو ده بقى الفهمة، الانثى الفهمة اللي بتجنن الرجل والله العظيم. هو ده الفرق بين واحدة مش فاهمة وبين واحدة فهم، ولا يستويان ابدا الاتنين. دي بتبقى شخصية ما يقدرش يستغنى عنها، ودي بتبقى شخصية ممكن في اي وقت يسيبها ويروح لغيرها. هو ده الفن من الحياة كلها، والتعامل مع البشر ومع الآخرين فن لازم كلنا نكون متعلمينه. كمان مش يعني مثلا أنا لما بقول دلوقتي ما تأجليش دايما الحاجة المهمة عشان خاطره، يعني يبقى عندك مثلا حاجة هتعمليها مع والدك مع والدتك مع أخوكي، أي مصلحة أي خروجة أي شغلانة، ويجي يقول لك إيه أنا عايز أكلمك في الوقت ده، أو أنا عايز أقعد معاكي في الوقت ده، تيجي تقول خلاص نكنسل إحنا كل ده، مش مهم وأقعد معاك. مش دايما تعملي كده، ممكن تعملي كده مرة مرتين بس مش على طول. دي حاجة مهمة قوي بتوضح وليها مغزى وليها رسالة كده غير مباشرة حلوة قوي للطرف الآخر، بتعبر وبتبرهن عن شخصيتك بشكل فخم، بشكل فيه فخامة كده، وان انت شخصية مش اي شخصية. كمان قلتلك ما تظبطيش مواعيدك على مواعيده، يعني مش احنا هنخرج بكرة، مش كل ما يقولك نخرج بكرة او الاسبوع الجاي او يوم الثلاث الجاي او يوم السبت الجاي الساعة 1 ولا الساعة 2 الظهر مثلا، انا بضرب امثلة، خلاص موافقة وهو ده المناسب. لا، مش دايما تعملي كده. وهو يعني الاحساس اللي هيوصله لو انت عملتي كده ان انت مفيش اي حاجة في حياتك، مش حلو، مش حلو اطلاقا. انا اشرت كتير قوي في حلقات عديدة للنقطة دي، مرة كده ومرة كده، مرة قال ميعاد موافق ومناسب معايا مفيش مشكلة، ومرة تانية عندي حاجة مهمة في الوقت ده. حلو، يعني النفس البشرية بتحب اللي يتعامل معاها بالنمط ده أو بالنهج ده. دي نصايح كبيرة أوي ومهمة أوي لنجاح أي علاقة في الدنيا، مهما كان عمرها ومهما كان درجتها. فاهمين أنا بقول إيه؟ يعني تنفع لأي علاقة في الدنيا ولأي عمر في الدنيا، سواء للعلاقة أو سواء حتى للأشخاص المرتبطين مع بعض. تعالوا بقى نكمل اللي احنا قلناه ده بحاجة مهمة يعني ممكن تغيب عن كتير مننا، يعني هنشير ليها في حلقة النهاردة. قللي من الضحكة الصاخبة، يعني مش بقولك امنعيها، قللي منها. عارفين الضحكة اللي هي بصوت عالي رنان وممكن تكون كمان زيادة عن اللزوم، قللي من دي واكثري من الابتسامة المعبرة. وانا برضو اتكلمت قبل كده
عن الابتسامة المعبرة، بلاش كل حاجة أو دايما على طول يبقى ضحكتك النوع اللي هو اللي فيه كهكهة، يعني كهكهة زي ما احنا بنقول كده، مش محببة. علماء النفس كلهم على فكرة أكدوا الكلام ده، كل اللي احنا بنقوله ده، مش بس النقطة دي، الابتسامة أكتر مليون مرة تعبيرا وجاذبية ويعني فضولا كده للطرف الاخر من الضحكه اللي هي بتكون صوتها عالي قوي. الضحكه ممكن تكون مستفزه، انما الابتسامه صعب ان هي تكون مستفزه. حتى لو ضحكتك حلوه وهو نفسه بيقولك ان ضحكتك حلوه، صدقيني لو ابتسمتي ابتسامتك هتبقى احلى وهتبقى اجمل. وحتى لو انت بتتكلمي يعني بتكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مش شرط قاعدين مع بعض وهو سامعك، بلاش الضحكه اللي بتتكتب دي، يعني انتوا عارفينها اللي هي هاها على طول دي، بلاش يعني، بلاش. نصيحه ليكي، الحاجه دي مهمه قوي وتفرق مع الرجل قوي، وتبينك على فكره ان انت تقيله تقيله قوي. هي حاجات ممكن تكون بتغيب عننا، وصعوبتها ان هي بتغيب عننا، وصعوبة الاشياء دي او النقاط دي اللي كتير مننا ما بياخدش باله منها، وكتير مننا ما بيظنش ان هي ممكن تعمل الفرق الساحر ده في العلاقة. وللأسف هي حاجات صغيرة قوي، ولكن جنب بعضها ممكن تتحكم في النهاية في فشل علاقة ككل او في نجاح علاقة ككل. الموضوع كله يعتبر مكمل لبعض. اعتقد اللي هينفذ الحاجات دي، اي انثى في الدنيا هتنفذ الحاجات دي، صدقوني هتوصل لمبتغاها ولهدفها اللي خلاها ان هي تسمع الحلقة دي من البداية عشان تعرفوا كتير اوي في الحلقة اللي فاتت كتبوا ايه الطريقة الصحيحة ان انا اتقل من غير ما اخسر الطرف الاخر. حلقة كاملة عن الموضوع ده اتكلمنا فيها ببساطة، انا حاولت ان انا ما اعقدش ابدا الجمل والعبارات وانا بتكلم معاكم عشان نكون اكثر قدرة على فهمها وتنفيذ. اتمنى في النهاية ان انتوا تدوسوا لايك الحلقة دي، انا اتمنى ان توصل لكل الناس لانها مهمة جدا ومفيدة جدا. وياريت كمان تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك الجديدة، انا مثبت رابطها في اول تعليق وفي وصف الفيديو الحلقة، يعني صفحتنا على الفيسبوك بننزل عليها فيديوهات اكتر كمان، وبنعمل عليها لايف بلتقي معاكم وبجاوب على اسئلتكم بشكل دايركت. فياريت تشتركوا فيها اي حد عنده فيسبوك، وكمان رابط الانستجرام بتاعنا متثبت في اول تعليق، وقناتنا التانية اسأل محمد، ياريت تشتركوا في الروابط دي كلها. بحبكم جدا وهتوحشوني، واحتمال كبير كبير يعني ننزل حلقة برضو النهاردة عن العلاقات هتكون مهمة لكم. يلا مع السلامة.